تتحكم في هذا اللقاء بعد العناصر الشابة التي أبانت عن إمكانيات كبيرة على غرار اللاعب تيجان صاحب الثنائية الذي يعد بالكثير. المباراة على العموم سارت في اتجاه واحد رغم البداية الحذرة من زملاء بلعب لتنتظر الجماهير القليلة الحاضرة إلى غاية الدقيقة 31 عندما تمكن فرقان من فتح باب التسجيل بعد خطأ فادح من الحارس الشوقي في الإمساك بالكرة. الهدف الثاني كان قاتلا لأبناء مالا بعدما سيرت الشبيبة المباراة وتمكن صاحب الهدف الأول فرقان من إمضاء الهدف الثالث ممضيا لذلك الثنائية. We'll be right back.